بتسافر بتدرس كل تقريبا جزء كبير من الطلبه اللي بيسافروا من دولنا للعالم النامي بيدرسوا اكتشاف الميه، يعني حاجه احنا محتاجينها وحاجه فيها منح للدول الفقيره. فانا كنت واخد منحه من الحكومه الفرنسيه، منحه اعانه للدول الفقيره والناميه، المركز البحث الفضاء الفرنسي لاكتشاف المياه في الصحراء في مصر. الرحله اللي انا هوريها لكم دي اكتشفت واشتغلت اكتشاف المياه في كل شيء، بس لسه ما بقناش نرجع نكتشف ميه في مصر. ليه؟ وده ازاي؟ عايزكم بس من الرحله دي كل واحد تساعدكم ان انتم تشوفوا نفسكم في 20 سنه هتكونوا عاملين ازاي؟ اولا انا هنا في المانيا ليه؟ انا هنا في المانيا في منتدى الكتاب العلمي. منتدى الكتاب العلمي منتدى بيهدف معمول مع دار منتشر سبرينجر نيتشر، اكيد تعرفوا عنها، وانا رئيس المنتدى العلمي واحمد منسق المنتدى العلمي، وبيهدف انه بيناقش الكتب العلميه اللي بتعرض قضايا ذو اهميه للواقع العربي زي التغير المناخي، زي تطور الانسان، ونقدر نحارب المعتقدات السخيفه الموجوده في مجتمعنا زي احنا ما عندناش تغير مناخي، الانسان اصله كذا ولا كذا. فده الهدف منه، فده عشان كده موجود هنا. شويه حاجه انا نشات ازاي؟ انا من اسره مصريه، ده والدي وده عمي، والشارع اللي احنا ساكنين فيه هو شارع الشهيد احمد حجي، مع الشهيد احمد حجي ده عمي، ومن مفارقه الزمان ان هو كان طبيب مقاتل في القوات المسلحه. فمن مفارقه الزمان دي كان المفروض لو تفتكر موضوع جهاز الكفته والحاجات دي، انك انت تبقى عمك شهيد في القوات المسلحه وطبيب بيعالج الناس من هيباتيت سي وتقبل الحاجات دي. دي الصوره في اول رحله، ده انا اتولدت في ليبيا، ما اتولدتش في مصر. فدي اول صوره لينا في البيت اللي اتولدنا فيه في ليبيا، وده اخويا اسامه. ودي اول مره كنت اسافر فيها في حياتي. كنا مسافرين الى نابولي في ايطاليا من تونس. فالمهم اللي انا بقول لكم الحاجات دي ليه؟ تقريبا اغلبنا هنا في اماكن هنا كلها. في اماكن قدامنا فدي البدايات من الطفوله. انا بدات من الاول، الناس لسه بتنضم لينا، انا بدات حياتي ازاي؟ انا من اسره مصريه بسيطه، واحنا من المنصوره. فبس مفيش اي شيء كان مميز في حياه الواحد غير اللي اتولد بره وعاش بره. فطول عمر الانسان اللي عايش بره حلمه حاجه واحده بس، لما يرجع لمصر يقدر يعمل ايه؟ فبعد لما التحقت بالجامعه، والدي اصر ان انا ارجع في جامعه القاهره في مصر، والتحقت بالجامعه وسافرت في فرنسا ادرس ورجعت ثاني الجامعه. وكان اول مره في حياتي اعرف عن ناسا دي، ده في الجامعه وانا في الجامعه، ودي الحاجه سهير، وهي بتشتغل في ده موظف في الجامعه. يا جدعان يعني شوفوا احمد، ده قسم الفلك في جامعه القاهره اللي انتم شايفينه ده، والثلاجه دي كانت اكتر شيء حديث موجود في قسم الفلك في طبيب جامعه القاهره. وده شايفين ورا الصور بتاع المذنبات والنيازك والمجرات يا جماعه. فطبعا اول حاجه اتعلمناها في القسم الف باء تدخل الجامعه ان انت مالكش مستقبل. وانا فعلا كنت عارف ان هو مفيش اي مستقبل. فانا كنت دخلت كليه الصيدله، والدتي اصرت ان انا بعد جبت مجموع ثانوي عام ان اخش كليه الصيدله. كانت حياتي مرسومه ان انت هتخش وتطلع هتتجوز وحد ويساعدك تشتغل في مصنع في كليه في الصيدله وكل الكلام ده. فحظي ان انا قررت قلت لهم انا ماليش اي مستقبل تقريبا، بس حاجه بحبها. ودلوقتي دخلت كليه العلوم فعلا في الاجواء العلميه المتقدمه اللي انتم شايفينها دي. وبعد كام سنه اتخرجت سنه 97، اول وظيفه اتعينتها في حياتي كانت في وكاله ناسا. فالتحقت بناسا في سنه 2003، يعني تقريبا الصورتين دول فرق بينهم 6 سنين. الست سنين دول كانوا ايه؟ انا جيت في فرنسا عملت ماجستير في علوم الفضاء، وبعد الماجستير ده التحقت عملت دكتوراه في علوم الفضاء. وكانت الدكتوراه دي الهدف منها اللي هو اكتشاف الميه في الصحراء.
وانا في وسط الدكتوراه فكنت مولع بالمريخ وبالكواكب دي. طبعا على فكره احنا كل اللي بنعمله في الصحراء ده ممكن نتعود على المريخ، وبدانا فعلا نحاول نطبق ده على كوكب المريخ. المهم انه الشيء اللي في الرحله دي بعد ما اخذت البي اتش دي، بعد ما اخذت الدكتوراه رجعت مصر، وكانت الجامعه رافعه عليا قضيه تهديد بالرفض لاسباب كتير، برضه عشان كان ابن رئيس القسم المتعين فلازم تترفض عشان هم يعينوه، وكل نفس القصص اللي اكيد ناس كتير لما بتمر بيها يعني. فالمهم فانا لسه فاكر ده كان في الشهر اكتوبر 2002. انا عايز اوريكم بقى التحول اللي حصل في حياه الواحد، ازاي انت تحولت من ده لده لده. ودي نقطه مهمه جدا. اولا الباسبور ده لاغي ما اتجددش من 2014 لانه رقم القومي لابس الدال عليه. فلحظي الحلو لما خلصت البي اتش دي كنت في عمركم، وكنت خلاص بس انا هرجع مصر وهقدم على الجامعه ارفع قضيه بحيث ارجع تاني واشوف بقى ان انا الدكتوراه بتاعتي اتعادل. طبعا لما رجعت الدكتوراه ما اتعادلتش لانها كانت تتلقى مستوى القسم. لا تلقى مستوى القسم ده، الدكتوراه اللي هنا لا تلقى مستوى هنا. فالمهم ايه اللي حصل؟ فحصلت على جائزه بسيطه من اكاديميه العلوم الفرنسيه. وكانت الجائزه دي مؤتمر هتسافر فيه في ناسا وتشرح الابحاث، وكان المؤتمر ده رحت وتعينت فيه. وبعد ما تعينت في ناسا فرئيسي اللي كان بقى عضو في اكاديميه العلوم الفرنسيه رشحني للحصول على الجنسيه الفرنسيه للامتياز العلمي، وفعلا في سنه 2004 حصلت على الجنسيه الفرنسيه للامتياز العلمي، وبعد كده من خلال عملي في ناسا حصلت على الجنسيه الامريكيه. ايه قيمه لنا كل ده بقوله ده؟ هي قيمته حاجه واحده، انها نفس الوظيفه ادتني باسبور لاغي هنا ما اقدرش اروح بيه البيت عندنا حتى في مصر، وادتك هويتين هنا اهو في قارتين مختلفتين. فيمكن في ناس بتسال انت، طب الناس انت في مصر الصحف بتكتب عنك ايه وانت انت ايه؟ ده الصحف اللي بتكتبوا عنك في امريكا، اكتشاف المريخ، اي بي سي، سي ان ان، سي بي اس نيوز، كل الشغل هو اكتشاف المياه على المريخ واهميته لدراسه الصحاري والمناطق الجافه والاكتشافات. فاحب اعرفكم بشكل دقيق انا بشتغل ايه وفين غير الاشاعات في الجرايد. انا بشتغل في مكان اسمه ناسا، انتوا عارفين ناسا ليها 10 مراكز، انا بشتغل في واحد منهم اسمه مركز الدفع الصاروخي جيت بروبلشن لاب. والجيت بروبلشن لاب هو ناسا سنتر بتديره كاليفورنيا انستيتيوت اوف تكنولوجي اللي كان شغال فيها الدكتور احمد زويل الله يرحمه. فكانت كجامعه رقم واحد في العالم، وناسا اقوى المؤسسات البحثيه في مجال العلوم الفضاء، فهو يعتبر مركز متميز في ناسا، مع رغم انه قلنا اصغرهم حجما الا انه بيقوم بنص المهام العلميه الموجوده في ناسا. المركز تأسس سنة 34 قبل تأسيس ناسا ب 25 عام، وانضم لناسا سنة 59 لما تأسست ناسا. في نفس الوقت لأن ناسا مش جامعة، عشان نقدر نشتغل مع الطلاب في البحث العلمي زيكم وناخدهم بي اتش دي وماستر، بشتغل في جامعة اسمها ساوثرن كاليفورنيا، جامعة ساوثرن كاليفورنيا، جامعة ساوثرن كاليفورنيا موجودة في لوس أنجلوس. وللي ما يعرفش ان نيل ارمسترونج لما مشي على القمر كان طالب في جامعه ساوث كاليفورنيا، ده هو مش متخرج من جامعه ساوث كاليفورنيا، هو اتسجل في الماستر 20 جولاي، هو اتسجل في الماستر في شهر فبراير ومشي على القمر في شهر 7 واخد الدكتوراه بتاعته بعدها بست شهور. يعني زي ما تكون طالب في الماجستير كده قاعد معانا ويقول له استاذ انا رايح القمر وارجع، اقول له روح وارجع، لو كان عندنا كان تاخد غياب وتلقى الماجستير. ف ما بين المكانين دول وظيفتي هي اكتشاف المياه في المجموعه الشمسيه. بكل اختصار احنا نتخيل ان كوكب الارض بس هو اللي فيه ميه. الحقيقه ان كل كواكب المجموعه الشمسيه فيها ميه. فانا دوري ان ادرس وافهم تطور المياه دي ازاي؟ شكلها السائل والغاز والصلب، عشان نقدر نقارن تطور كوكب الارض بتطور الكواكب الاخرى دي. بمعنى اصح لو انت عايز تعرف الشعب الالماني بيفكر ازاي، مش ممكن هتعرفه انت تعرف الماني واحد بس، لازم تعرف كذا الماني. او احنا مش ممكن نفهم كوكب الارض بتطور ازاي غير ما نفهم بقيه الكواكب اللي في المجموعه الشمسيه.
واول كوكب فيهم هو كوكب المريخ. حاجه نسيت اقولها، كل كوكب من دول بيمثل مرحله مر بها كوكب الارض. يعني ايه؟ يعني الزهره فينوس هو ماضي كوكب الارض، المريخ هو مستقبل كوكب الارض، الاقمار المحيطه بزحل المغطاه بالجليد بتمثل مراحل العصر الجليدي اللي مر بها كوكب الارض. المذنبات والنيازك دي هي اللي حملت المواد العضويه والبعض المياه والجليد على كوكب الارض. فحياتنا مربوطه بفهم الكواكب دي، وطبعا المريخ اول واحد فيهم هو نص حجم الارض. ويا جماعه المريخ بيخوف في الموضوع، يعني في بلاغ للنائب العام بسبب مؤامره كونيه. محدش يتكلم عن المريخ نصيحه. كوكب المريخ واحد في مصر بدات كوكب المريخ ليه؟ لانه كوكب المريخ هو صحراء شبه الصحراء بتاعتنا. فلو فهمنا بكل اختصار بشكل مبسط ازاي كوكب المريخ فقد المياه اللي عليه وتحول لصحراء الجرداء، نقدر نفهم مستقبل كوكب الارض ازاي. وخصوصا ان كوكب المريخ عليه وديان جافه كان فيها مياه زي الوديان اللي بنشوفها في المناطق الصحراويه اللي عندنا. طب انت بقى بتشتغل ايه؟ انا بشتغل ايه بالظبط؟ انا بشتغل في الثلاث مركبات دول، في مارسيس وشراد واكسو مارس، ودي ثلاث مركبات بتستخدم تكنولوجيا التصوير بالرادار للبحث عن المياه الجوفيه تحت سطح المريخ، بحث عن جليد المياه الجوفيه. فاول حاجه انا لسه فاكر لما الدكتوراه اتقدمت المعادله، انا الدكتوراه هي دراسه كفاءه التصوير بالرادار اكتشاف المياه الجوفيه. فاول حاجه قالوا this is not science، مش علم ودين، ده كلام فارغ والحاجات دي خطر ورادارات وتجسس وصحرا كلام ده وحش. في 2008 اللي فيكم فاكر ماشي، we made the cover of science magazine، we made the cover، البحث اللي عملناه 12/2008 we made the cover of science magazine. وليه we made the cover of science magazine؟ لان احنا اكتشفنا ان الطبقات الجيولوجيه اللي بتكون القطب الشمالي لكوكب المريخ مكونة من طبقات، يعني من القطب الشمالي بتاع المريخ تكون على عدة مراحل، يعني ان المية كان لازم تكون موجودة على فترات طويلة على سطح المريخ، يعني كوكب المريخ كان ممكن يكون فيه في نوع من الاحياء والحياة تطورت على كوكب المريخ. طيب ده احنا عملناه في 2008، هل احنا وقفنا بعد 2008؟ من اربع شهور بس كانت نشرنا في نيتشر ان السيول اللي بنشوفها على سطح المريخ ما هيش ناتج امطار على سطح المريخ، هي ناتج حركه مياه جوفيه. والبحث منشور في نيتشر في شهر ابريل مع باحث من مصر اشتغلنا مع بعض اسمه ابو طالب في هيئه الاشعار عن بعد، ومع الاسف بدل ما يتكرم كان نتيجه ان احنا نشرنا بحث مع بعض العقاب، والبحث ما نشرتوش اي مجله في مصر. واتنشر في نيتشر في صفحة أولى، فوكس نيوز، في سي إن إن، في كل الحاجات، وعندنا مفيش حاجة حصلت خالص. بس وده أنا فهمت مشكلة ده إيه. البحث ده لو أنتوا شايفين الحاجات دي اللي هي السيران اللي بيطلع من المياه الجوفية ده، بنشوفه شبيه جدا في مناطق كتيرة في الصحراء زي اللي هنا موجود في منطقة في جنوب قطر، فيها نفس أنواع السيلان دي. فالموقع اللي احنا كنا بندرسه للدراسة دي كان في قطر، كان الناس بقى مشاكل بتروحوا هناك ليه؟ الموقع هنعمل ايه؟ طيب الشيء التاني اللي أنا بشتغل فيه هو تدريب رواد الفضاء اللي بحقه حقيقي للعودة للقمر واكتشاف المياه على القمر. فدول رواد الفضاء اللي هم في مشروع ناسا اسمه الكونستليشن، واحنا بندربهم ازاي يجمعوا عينات من الجليد تحت السطح، وبنقوم بتطوير مركبات الفضاء اللي هم هيبقى عليها رواد الفضاء على القمر. فانا بقوم بتطوير جهاز الرادار ده اللي هيساعد في مسح تربه المريخ والبحث عن العينات. واحد يقول ايه الشاشه اللعبه اللي هناك دي بالزراير الكبيره الموجوده دي؟ أولاً رائد الفضاء الجوانتي اللي بيلبسه الجلافز صباعه كبير، لأن الجوانتي ده فيه ألومنيوم بتحميه من الإشعاع، فما يقدرش يمسك حاجة زي التليفون ده،
لازم الزراير تكون بالحجم الضخم ده والشاشات تكون بالبرايتنس دي عشان يقدر يشوف بيها القمر. ده الموديولز بتوع الاعاشة اللي هم على القمر، في المفروض في 2025 رواد الفضاء هيبقوا دي الموديولز اللي هيباتوا فيها بالاعاشة فيها وجمع العينات فيها. وده الاكسبلوريشن روفر البروتوتايب اللي هو بيبقى قبل رواد الفضاء بيستكشف المناطق اللي هيروحوا فيها. دور رواد الفضاء اللي بحقه حقيقي على مركبة اكتشاف القمر 2025 اللي بحقه حقيقي، وهم بيقوموا بالتدريبات، وهنا تحديدا في تحديد المواقع اللي فيها المياه. وده الموقع اللي هو فيه المياه اللي احنا حددناه اليوم، وازاي بيقدروا بيكتشفوه بالروما. حاجه مهمه جدا دي ماده رائد الفضاء اللي بحقه حقيقي. للناس عشاق الموضه احب اقول لهم ان ماده رائد الفضاء عارفين بكام؟ تكلف كام ماده رائد الفضاء؟ 18 مليون دولار. هي اغلى من فستان الاميره ديانا في الفرح بتاعها وكل حاجات الشين دي. واللونر الكتريكال روفر ده تقريبا التكلفه بتاعته في الفيرشن في الفلايت موديل بتاعه تقريبا هتبقى تحكي 175 مليون دولار. طيب هنا بعد كده اللي عملنا ايه؟ بعد 20 عام من اكتشاف المياه على المريخ واكتشاف المياه في كواكب المجموعه الشمسيه، اخيرا قدرنا نعمل مهمه اكتشاف المياه في المناطق الصحراويه. تحبوا يا جماعه تطلعوا شويه؟ يا ريس والله. من اكتشاف المياه في كواكب المجموعه الشمسيه وصلنا ان احنا نعمل نستخدم نفس تكنولوجيا التصوير بالرادار دي للتحضير للمهمه لاكتشاف المياه الجوفيه، لتطلق في سنه 2025 بميزانيه 167 مليون دولار لاكتشاف المياه في المناطق الصحراويه والجافه. وانا رئيس المهمه دي هنا اهو، والمدير المشروع الاداري ايفنتس مديرة المركز علوم الارض في ناسا. بس عايز اشرح لكم ان احنا في سنه يعني 2019، ان 20 سنه بعد رساله الماجستير، 20 سنه التطبيق كان بعدها. يعني احنا كان لازم نكتشف ميه على المريخ وفي القمر وفي المذنبات وفي النيازك وفي كواكب الاقمار المحيطه بزحل عشان نعمل المهمه اللي هتكتشف ميه في الصحراء في مصر. فالمهمه دي بحقه حقيقي هي دورها ايه؟ هتدرس حاجتين، اللي هتدرس فيه تغير السمك الجليد في القطب الشمالي واثار انزلاقه الى البحر وتاثيره على مدى السي ليفل رايز ارتفاع المحيطات، ودراسه المياه الجوفيه في المناطق الصحراويه والجافه. وده الرسم يعني التفصيلي لبعض اجزاء المشروع السب سيستمز الموجوده فيه، مش هتكلم فيه بالتفصيل، ولكنها ما هياش مركبه صغيره، هي مركبه الطول بتاعها تقريبا 14 متر، والانتنا اللي فيها دي اتسياجي انتنا بتشتغل في البي اتش اف، الناس اللي بتشتغل في الانجينيرنج، ودي التجارب اللي احنا عملناها على الديبلويمنت بتاع الانتنا فيها. طيب اخر مشروع اشتغلت فيه اللي كنت في وكاله الفضاء الاوروبيه الاسبوع اللي فات في نهايته، كان هي مهمه لدراسه المذنبات، وكان المهمه دي اسمها مدينتين في مصر، روزيتا اللي هي مدينه رشيد وفيلا، وكانت اول مهمه لاكتشاف مذنب محاط بالجليد اللي احنا ننزل فيه ونشوف تكوينه الداخلي ايه. فبس عشان اديكم فكره حجم المذنب ده بالمقارنه بمدينه لوس انجلوس، الداون تاون بتاعها هو حجم فرانكفورت، لو قلنا دي فرانكفورت ده حجم المذنب. طيب ليه ندرس المذنبات دي بالرادار؟ المذنب ده لو احنا بالليل وهو فوقنا على بعد 10 كيلو احنا مش هنشوفه لانه اسود، بيمتص كل اشعه يعني ما بيعكس اي حاجه من اشعه الشمس. روزيتا بداتها وانا في الماجستير في عمركم، كان سنه 98، قالوا لي في مهمه فضاء، كنت مش لاقي انترنشيب. فكان في واحد اسمه بروديك كوفمان، فطبعا انتم عارفين انه في دايما في خوف من الاجانب، في خوف من المسلمين او المصريين، فما كنتش لاقي انترنشيب. ففروديك كوفمان ده قال لي انا عارف كويس الاحساس ده، قال لي تعالى انا عندي في مشروع تشتغل معايا فيه
وكان لسه مشروع بيدرس، وكانت المهمه روزيتا. روزيتا بدانا في سنه 98 تصميم بسيط كده على شويه ورق لمركبه هتنزل على مذنب وتاخد عينات منه وتدرسها وتصور تصوير الداخلي. اول ما الناس في الرحله من الارض المذنب، المركبه اطلقت، صممت سنه 98 واطلقت في 2014 واطلقت يا ربي في 2004، ووصلنا المذنب في 2014 وضاعت المركبه فوق المذنب، ولقينا المركبه فوق المذنب وقفت وعملنا لها ريستارت من الاول، وكانت اكبر عمليه ريسكيو انقاذ لمركبه حصلت في الفضاء كانت ذا روزيتا ميشن. فذا روزيتا ميشن كانت اكبر مركبه فضاء في تاريخ وكاله الفضاء الاوروبيه، وزنها طن ونص بالمقارنه مثلا بالكيوب سات، الناس كلها بتتكلم عنه وزنه 100 جرام، والقمر الصناعي العادي وزنه تقريبا من 75 ل 125 كيلو جرام. عشان تتخيلوا ده حجم الواح الشمسيه 50 متر، نص ملعب الكوره بالظبط حجم مركبه الفضاء. وده ذا لاندر، جهاز الانزال اللي اشتغلت عليه، وده الفريق اللي هو الهندسي وهو بيعاين الالواح الشمسيه، جزء واحد بس من الالواح الشمسيه. فانا عايز اوريكم، اتمنى ان انا اعرف الاقي الفيديو ده. انا مش شايف هنا دي انا بدل ما اقعد اشرح لكم كل مركبه بتعمل لكم فيديو مدته دقيقه ونص بالظبط. يلا نقفل النور، مفيش صوت. اوكي اوكي مفيش صوت خالص، بس مش عارف ليه. لان ده مش الصوت بالظبط. اوكي لو تقدر تخلي الصوت يطلع من كارت الصوت العادي بتاع الجهاز. ازاي؟ طب استنى نوقف دي. ده الإطلاق، دي الرحلة بتاعت روزيتا. ده الإطلاق بتاعنا سنة 2004، قعدنا 10 سنين ووصلنا للمدار. دي كانت أول مهمة تلتحم بمذنب على بعد 27 مليون كيلومتر من الأرض. ده الجهاز الإنزال. ده المذنب. أول إنزال على المذنب. وده على فكرة كان في ألمانيا هنا في الجيل الآخر.
من سنتين وقفنا الاوبريشن وبدانا عمليه الانزال بتاع السبيس كرافت الام على سطح المذنب. ده بقى بدايه انزال المركبه المين سبيس كرافت على سطح المذنب. المهم انا عايزك تشوفوه هنا يعني كام واحد كام متابعين عملت الانزال دي. 1.2 بليون بيبل اون ايرث. كام واحد في مصر؟ صفر. بالعكس فده كان أول عملية لإنزال في العي. لو للناس عارفين فده كان عملية الإنزال. ده the landing spot اللي نزلنا فيها وده اللي شفتوه في الفيلم. انا عملت ايه؟ انا كان دوري دراسه التكوين الداخلي للمذنبات. المذنب ده معمول من ايه؟ ولما ضاعت المركبه ذا لاندر وفقدنا الاتصال بيه لمده 9 شهور وبدات عمليه البحث عنه على سطح مذنب على بعد 720 مليون كيلومتر. عشان بس تخيلوا المسافه دي قد ايه؟ المسافه بيننا من القمر للارض تقريبا 300,000 كيلومتر. تخيلوا 720 مليون كيلومتر، يعني بنتكلم في اضعاف اضعاف مسافة كوكب الأرض. وعرفنا فعلا اللي احنا نلاقي مكان المذنب ونشرنا ده في مجلة ساينس. وقبل نهاية المهمة we find اللي هو the lander في المكان اللي كان مفقود فيه سطح المذنب. وده فريق التيم اللي هو اللي كان مسؤول عن اللاندينج، when I was one of the team in charge of the landing. والسنة اللي فاتت أخذت the award of the European Space Agency for outstanding achievement للمهمة روزيتا. واللي في برلين، في كل راح برلين so في متحف برلين for natural history عاملين it's a small monument للناس that changed the space the history of space research. فطبعا هنا في جاليليو، ميسيه، كاسيني، وهنا في the modern the scientist. ولو بصيت هنا هتلاقي يمكن حد تعرفوا هنا. وده فعلا كان انجاز لان احنا لاول مره قدرنا نعرف المذنبات دي ساهمت ازاي في وجود الميه في كوكب الارض، وساهمت ازاي حتى في نشاه التطور الحالي اللي احنا فيه. وطبعا دي الصوره الحقيقيه للوظيفه اللي بشتغل فيها وشغلي. الصوره الثانيه مع الاسف في عالم فضاء كتير عشان اتصور مع خونجيه نشأة واحد ما عرفش ربي مش عارف ايه بيشتغل مصوراتي احجار، كل اسقاط جنسيه، تهم للنائب العام، كل الحاجات دي. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، انه ده حاجه ما بتزعلنيش ومش المفروض تزعل اي حد فيه. عارفين ليه؟ زمان وانا في عمركم كنت فاهم انت عشان تعمل حاجه صح لازم تفرش قدام البساط احمر عشان تيجي تعملها. بس ده صحيح في كل حاجه، لكن في العلم بلدنا احنا بالذات كل واحد فيكم عنده دور مهم، انه يكتشف اكتشافات علميه وينجح، وانه يحارب الجهل المحيط بينا. ومحدش يقدر يتملص من المعركه دي. يعني هتقول انا ماليش دعوه، انا شغال في حالي، انا راجل عايش في هوليوود في امريكا بشتغل في ناسا وبدرس في جامعه باريس في فرنسا،